سلم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة 50 سيارة حديثة تعمل بالغاز إلى السائقين بعد استبدال السيارات التي تعمل بالسولار. وأكد المحافظ أنها هدية من الرئيس السيسي لأبناء شمال سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضاف شوشة أن الدفعة الأولى من المبادرة تبلغ 50 سيارة، على أن تتبعها الدفعتان الثانية والثالثة بواقع 50 سيارة لكل منهما. كما طالب منظمات وهيئات المجتمع المدني بتبني تنفيذ العديد من المبادرات لصالح أبناء المحافظة في مختلف المجالات، بما فيها إصلاح وتأهيل الطرق التي تعرض المواطنين للحوادث. الدفعة دي طبعا هتمشي على في الداخلي، ثم الدفعة الثانية والثالثة هتكون في خارج المحافظة. بتمنى التوفيق، وبقول لكل اخواننا السائقين بناشدهم ان هم طبعا زي كده السيد الرئيس ما عمل معاهم الواجب الكبير ده، عايزين هم برضو يترجموا هذا الواجب مع اهلنا في محافظة شمال سيناء. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي عملها لأهالي شمال سيناء. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بنشكر السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة باستبدال السيارات المرسيدس القديمة بسيارات حديثة 22.